فوزي بنزرتي كممرن ما يستحقش تقديم لا في الكفاءة لا في الخبرة، وبالتالي أي فريق تونسي ولا إفريقي يطمح للتعاقد مع فوزي بنزرتي. احنا في نادي الإفريقي عملنا قانون أساسي جديد يفرض علينا هيكلة رياضية جديدة. إذا فما الإمكانية حسب إمكانيات النادي باش يكون الممرن فوزي بنزرتي متواجد في الهيكلة الرياضية الجديدة، فباش نسعى باش يكون متواجد. بمعنى؟ بمعنى عينك الهيكلة الجديدة تفرض علينا وأن يكون عنا مدير رياضي وإشراف، وإحنا كهيئة قبل القانون الأساسي عنا تصور اللي يلزم في الأمور الفنية لكرة القدم تكون أمور فنية شاملة فيها الشبان وفيها الأكابر. نجموش نكونوا نتمرنوا ولا نخموا رياضيا بطريقه في الشبان ونغيروا طريقه التفكير نتاعنا في الاكابر. فما التناسق في الافكار وفي طريقه العمل. فبالتالي يمكن نجم يكون سي فوزي بنزرتي في خطه من الخطط في التركيبه هذه. ولي ان شاء الله الموضوع هذا مش في طالب برشا وقت، يمكن جمعتين ثلاثه اسابيع باقصى تقدير ويكون فما التركيبه الرياضيه الجديده بسي فوزي او بدون سي فوزي. لازم ساعة باش يكون فما تعاقد في المطلق، يلزم إرادة الطرفين. فبالتالي حنا احنا إمكانيات، عنده خصوصيات في فوزي طبعا، من حقه أنه يطرح تساؤلات وطريقة عمل وفكرة عمل. إذا لقينا روحنا متناسقين ومتفاهمين في التفاصيل الكل متاع العقد، ولقينا المتداخلين خاصة في التركيبة الرياضية متفاهمين أنه التركيبة الرياضية ما فيهاش ممرن فقط، فيها إطار فني إطار طبي وهيكلة المدير الرياضي والإدارة الرياضية بصفة عامة.